صباح النور للجميع، مرحبا بكم جديد في كابوتشينو على كابا فام. ضيفنا اليوم في الانترفيو السيد الياس بلاغ على تقرص من باسم مهندسين المعماريين، مرحبا بك. باسم التنسيقيه جوستومون، تنسيقيه المهندسين المعماريين، مرحبا بك. يظهر لي القطاع نتاعكم يشهد خلينا نقولوا حراك كبير وفما برشا مشاكل. اليوم انتم دعيتوا الى وقفه احتجاجيه، الوقفه هذه ان شاء الله باش تكون نهار 4 اكتوبر 10 نتاع الصباح أمام وزارة التجهيز. علاش الوقفة هذه وعلاش تاريخ 4 أكتوبر بالذات؟ هل وصلت الزنقة بالهارب اليوم اللي وليتوا باش تقوموا بوقفة احتجاجية سيليس؟ ما ثماش زنقة وما ثماش هارب. الناس الكلهم وما من شيرتنا احنا والناس الكل بالمكشوف. الوقفة هذه الوقفة للمهندسين المعماريين وللمجتمع التونسي، على خاطر القطاع متاعنا ماهوش قطاع متاع نخبة موجودة لبناء المدن وعندها معناها الارشيتكت ماهوش حاجة ضعيفة. قطع النظر خلنا نعطيه تجدول الأحداث. نهار 8 جوان اللي فات 2013 كنا نتبعوا في الأحداث في الانسي، ما نعرفوش علاش سي عبد الفتاح المكي عبد الفتاح المكي وزير الصحة، أي وزير الصحة، في يسأل في الجلسة العامة، في الجلسة العامة على التأخير، أسباب التأخير في شو اسمه في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد. نسيت حتى شكون، اندرا من الكتلة ولا من المعارضة. الجواب نتاعو لا أكثر ولا أقل يقول لك ما ثماش مهندسين معماريين في تونس قادرين باش يقدوا سبيطارات. نعرفوا احنا اللي حتى خارج الجمهورية التونسية كما في موريتانيا كما في الجزائر كما في بوركينا فاسو كما في المالي تحت رعاية البنك مونديال المهندس المعماري يعيطوا له باش يعمل مثل هذه الانجازات والانجازات المعقدة اكثر. ملابس سي وزير الصحة في تدخل يعني في أعلى مستوى المهنة منظمة من عام 1974 منظمة موجودة قبل ومنظمة في عمادة في هيئة ولا وعلما كذلك أنه عندنا مجلسة وطنية دي الهنسن محسوب في نفس التاريخ سيدي ذريف أي لا لا توا حاليا في سيدي ذريف كانت باب سيدي عبد السلام ومعروفة وعندها رواج في معناها ما ثماش داعي كونه في أعلى مستوى في أعلى قبة تحت أعلى قبة في هالبلاد نتحير واحنا اما ثم كانوا علاقه خلينا نقولوا ثم جدعي ما ثم علاقه ملغمه بين المهندس المعماري والحكومه. نتذكروا مشروع نتاع 30,000 مسكن ايه؟ ونذكر وقت سي ايمن زريبه كنا استدعيناه في بلاتو حكينا معاه اللي هو معناه رئيس الهيئه مجلس الهيئه نتاع الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين التوانسه، وصار سي لعب بينكم وبين هما ما وقعش المشروع ذاك، لكن قالوا علاش مش التوانسه يعملوه، وقالوا دخلوا على حبوا يعملوا مناقصه دوليه وحاجات كيما هكا. دونك ثم كانوا علاقه ان بو تردو. علاش حسب رايك العلاقة اللي تردو؟ تو سامبلومون عندنا يا اما الانجازات اللي تابعة وزارة التجهيز وتابعة توا خليت كل وزارة عندها السيرفيس نتاعها نتاع ليكيبمون، يا اما تخدموا مع القطاعات الموجودة ناسيونال من مهندسين معماريين مهندسين استشاريين معناها انجينير كونساي للزونتربريز للبناي للي يكري المادري للقطاع الاقتصادي نتاع البناء اللي شغل فوق 30% من الخدام، والا نعطيوه بصفه او اخرى الى اقتصاد دولي، بلاد برانيه على طريق رؤوس الاموال نتاعها تجي وتبني. هذه هي القضيه نتاع 30,000 اليوم 20,000 هما 30,000 وحود للمقاومه الاكواخ وحود لجماعه السميك بلس 3 فوا السميك. مانيش باش نعاودوا نتناولوه، مشاو كونه يعطيوه كلي اون ما لرؤوس الاموال الاجنبي، معناها يجي حاضر يتري يركب في تونس. بيان سور احنا في حكايه 8 جوان اللي فاتت عاودت ترجع لك هذيك الحكايه
لكن ما عندكش حجه. الحجه وقتها تهبطنا نهار 23 سبتمبر هذا نهار اثنين هذا اللي قبل. كيفاش بالضبط نسمعوا بالتاريخ خاطرنا في الدومين ونتبعوا وين البروجيات والواحد نسمعوا كون وزير الصحه مع نظيره التركي يصحوا موافقه على التمويل المستوى 180 مليون دولار لثلاثة مستشفيات جهوية. يعني السيد عبد اللطيف المكي عمل مع السيد محمد موازين أوغلو بروتوكول نتاع اتفاق باش يمولوا بناء ثلاثة مستشفيات ب 180 مليون دولار. يعني تقريبا 250 مليار حاجة كهكا ولا أكثر شوية من المليمات. أي المعلومة ما خرجتش؟ كيفاش وصلتكم مالها؟ أنت هكا إعلامي وهو كبا فيهم وصلتكم المعلومة توما؟ احنا وصلتنا بخينا نبربشوا لقينا المعلومه هذه بتبربيش. استدعيناك باش تحكي لنا بتبربيش اما ولكن قبل هذه فماش ابل دوف دابيتود تصير انا ابل دوف. انا مواطن ارشيتكت معناها كونسيرني بالدوسي بكل ما يصير. انت اعلامي كونسيرني بالهدره دخلت لك المعلومه في بناء ثلاثه مستشفيات بتبربيش. خلينا نقفوا هوني هوني النقطه الواحده. وهذا اتفاق بين زوج وزراء يعني المفروض يكون في مستوى معناها تونس وتركيا مش معناها في حكومات. اليوم ثم الاوبن جوف المفروض كي ندخل للحكومه للسيت نتاعها ديجا نلقى المشروع ونلقى شرح الاسباب ونلقى سي سفيان يعني يهديك. خلينا اكثر من هك خلينا نحكيو للعباد نفهموهم ويفهمونا. الحكومه اش تلوج باش وين عندها انجاز ياخو امباكت بوزيتيف عند العباد تعلم به الناس تعلم به. معقول مش انت الصحافي ولا انا الارشيتكت نبربش باش نلقى الخبر هذا هذا كيف انت ما تداولوش معناها يبداو يلحلحوا بيك باش تعملوا وكيف ما تعملوش يقول لك شبيك معناها تو سانسور البوليتيك نتاع الغوفرنمون. صحيح. علاش يا اخي حق من حقوق كل حكومه كوني تخدم ليماج نتاعها. اكيد جدا في تعاملها مع المواطنين. اي وعندها حمله انتخابيه دخلت لها واحد هي عملت راك عملت ثلاثه مش واحد مش اثنين ثلاثه مستشفيات في المناطق الظل في اللي قامت على خاطر الثوره مو تجي تقول علاش ما تقولش وين هذا المستشفيات بالذات ماذا بينا حتى حد ما يعرف نعرف كونهم ثلاثه تخوزو بيتو حتى لو سول دوكيومون اللي لقيناه على فيسبوك ويحكي اون انجلي اللي ما يفهمش الانجليز ما يفهمش شنو اللي صار. اي لكن انا نعرف اللي لاتراك ما يخدموا كان كليوما نعرف اللي لاتراك كيف يعملوا لك مشروع حتى من بابكي تواليت اللي في التواليت نتاع السبيطار مش يكون تركي اكيد سي دو بون غير جايب لك 180 مليون. هل هذا علاش انتم تلحقوا الوقفه نتاعكم تحت شعار من اجل هندسه معماريه كرامه الهندسه المعماريه وكرامه المهندس المعماري وتلحقوا قضيه معناها نقل الكومونيكي دو بريس اللي خرجتوها احنا اللي 60 ans atteint dans leur dignité par les instances gouvernementales. انتم تحسوا انه ثم مس من كرامتكم كمهندسين معماريين توانسه؟ بالطبع في 30,000 قضية 30,000 مسكن اجتماعي الحملة الأولى شنية الحملة الأولى كونهم ليزارشيتكت يحبوا بايهم معناها راهي ادعاء كبير. يعني الحملة اللي تعملت ضد الكونسي دولور الوقت الهيئة وسي أيمن زريبة أنه ليزارشيتكت يحبوا رموق يحبوا الفلوس. هاي هو الارشيتكت اللي اوبليغاتوار تو احنا مثال في تونس لو ريكور اوبليغاتوار الارشيتكت في البني مثلا باش تبني دار لازم تمشي هذاك في ريكور اوبليغاتوار. لا خلينا يعني قلت لك ديما نبسطوا الامور سفيان سامحني ولا سي سفيان سامحني. راس مال اجنبي جاي يبني في تونس باش يخدم معايا راني بالفاكس راني قاعد نخدم مع رؤوس اموال اجنبيه خارج الحدود التونسيه. هذا اش مفسر لك؟ احنا كيف نخموا على القطاع؟ راهو هذاك اللي ناكل منه خبز. راهو هذاك اللي باش نقري بيه اولادي. راهو راني مصلحه البناي ومصلحه الواحد مش حكايه بوبوليزم ولا ديماغوجي. هذاك القطاع انت غدوه يا سي سفيان تتشكى من شمس ومن كاب ومن واحد والكل يساعدكش يسكروا. لا تخدمش وهم يسكروا. فماشي حريه اعلام من غير كابا فام وشمس فام واكسبريس وواحد. اي اكثر جريده انت متناقض معاها فكريا يساعدكش تسكر. لا ماذا بينا ألف جريده كل واحد يعمل 1000 اكزومبلير بلوتو كو واحده برك تعمل مليون اكزومبلير. اكيد جدا هذا مبدا كل واحد لازم يحافظ على قطاعه. مش خبزته هو خبزتك انت تلقاه سفيان بن فرحات يلقاه البر
احنا اول ما تبدا الحمله تبدا الحمله ها شكون اللي باش يقلقنا؟ باش يقلقونا لي زارشيتكت. نعملوا اولا حمله بور ديسكريديتي لي زارشيتكت، شلبوه بلغتنا احنا، نعطيو لي زارشيتكت يتكاو يوليو يدافعوا على مصلحتهم، معناها يدافعوا على كرامتهم، يدافعوا كون يبرروا في ساحتهم. خاطر اليوم كي تتحرك على هالثلاثه سبيطارات هذوما نعرفوها الريبونس، مش لازم قبل ما يجيوها. احنا حاسدين الزوالي باش يعالج في المناطق اللي باش يعملوا لهم هذا. احنا نقولوا لهم ردوا بالكم، ردوا بالكم، لاميناجمون تيريتوار تاهي الترابيه في البلاد ما تجمش تكون مشكله اداريه او حكوميه. هذا هو باهي استاذ الياس. هل ثبت توا حوار مع الحكومه؟ خاطر توا كي شفنا احنا وقفه احتجاجيه كانه معناها قنوات الحوار واقفه قنوات الحوار ما طلبتوش باهي. يسال انا اسال سفيان اليوم علاش ما طالبوش مثلا بتوضيح من قبل وزاره الصحه؟ بمعنى انه مشيت انت في اي فوالا عندك سلاس بلاغه هزيت روحك وقلت يا اخي نمشي انا باسمك الشخصي ولا باسم التنسيقي نحبوا يا خويا ولا رئيس الهيئه يمشي يا خو يا خويا وضحوا لنا احنا لقينا هالدوكيومون هذا صحيح ولا ساتون انفورماسيون ولا ساتون توك ساعه اول حاجه، وثاني حاجه كيفاش تصير هذه الحكايه واحنا عندنا معناها في نهايه الامر هيئه موجوده في البلاد وفما قوانين منظمه يظهر لي الصفقات العموميه. يكثر خيرك، شوف كيفاه. الهيئة طالبة باش نعاودوا نشوفوا مع بعضنا احنا وزارة التجهيز اللي هي الطرف المقابل من الحكومة، معناها مع الحكومة طريقة التعامل الجديد. وتوصلت في نقاشات هي بدات حتى قديمة. كون فما مطالب موضوعة اللي إلى يومنا هذا الحكومة ووزارة التجهيز متجاهلتها بضغوطات سي أيمن الزريبة تقابل هو وسي علي العريض، ومن بعد وقع معناها باش سمعوا وقع إرجاع الملف إلى وزارة التجهيز. في نقاش مع وزارة التجهيز طلب وزير التجهيز مهلة بشهر للموافقة أو لتقديم لريزيرف نتاعو على مطالب الهيئة. ليومنا تعدى الشهر وليومنا هذا في المماطله من نوع ما لقيتش وقت، استصبر لي شويه، ارجع لي مده اخرى في قضيه كبيره. واضح؟ معناها تفهم طريقتين، يجاوبك بالرفض يتحمل فيها مسؤوليته، خاطر الرفض لمطالب يقع مدعم. ديما كي ترفض تدعم. المماطله وما عنديش ليك وقت وهاك تشوف في البلاد. هذه هي تو في كل حاجه اساسيه مع الحكومه شو تجاوب؟ ما عنديش وقت وهاك تشوف في البلاد. إيه ولكن نجم تجاوبك الحكم صحيح فما حاله من الاحتقان السياسي، ولكن اليوم نجم في يعني تقول انت هذايا خلينا نقولوا حجه واهيه باش تعمل اللي تحب اليوم باش يصير تعمل اللي تحب الوزارات. جو فدير انه مثلا اليوم فافوريز الاجنبي على التونسي، هل اليوم تحسوا بانه فما تشكيك في قدراتكم؟ نعرفوا انه نرجعوا لكلام وزير الصحه في جوان اللي فات والكلام هذايا ما عجبكمش، كانه الوزير ما حتى الرد اللي كان من عند سي ايمن زريبه ما كانش فيه بالغرض. اليوم الوزير واصل خلينا نقول التجاهل نتاع الهيئه نتاعكم. احنا ولينا نشكوا اللي التجاهل هذا مش حكايه تشك في القدرات، تشك في قدره طبيب وتشك في قدره مهندس ما تجيش. حتى حد ما ينجم يشك في قدراتك، اما تجاهل القدرات هي معناها تولي حكايه مطلوبه، معناها حكايه بريميديتي. شوف سيدي ودولا من النبزيه، واحد في لانسي يجي يسبك به ودولا، انت علاش تعمل فيها؟ هذا هو هوني هوني التساؤل. ثانيا ما تلقاش وقت باش تتعامل معانا كهيئه، تلقى وقت باش تجيب وزير من تركيا وتصحح معاه وتطفي الضوء كيما نقول من تحت حس مس، هذيك لقيت له وقت. ما هو نفس الملف ولا ما هي نفس القضيه ولا علاش تتجاهل طرف وتتعامل مع طرف اخر؟ هذا هو علاش ابعاد اقصاء والدينيغرومون. راهو الدينيغرومون سي تنكت بوليتيك ماهوش نتاع على غير علم،
أنا كي نحقر الصحافة مش خاطر من عرش قيمة الصحافة، خاطر خايف أو متخوف أو نحب نعزل الصحافي. كيف كيف اللي واجه فيه المعماري والمهندس المعماري واللي يتلهى بالتهيئة الترابية، معلومة أكوزاسيون ولا للشبهات. ثروة تونس ماهيش تحت التراب، فوق التراب. ثروة تونس في التهيئة الترابية متاعها، ثروة تونس في البيع والشراء متاع الأراضي، ثروة تونس في باش نبني وباش نعمل. الثروة هذه فيها نظيف وفيها بزنيس. كل حاجة يلزمها مراقبة. يبقى توا السؤال مطروح، هل أنكم قبل الوقفة الاحتجاجية ثم إمكانية باش تدقوا على بيبان اما وزارة التجهيز، هي وزارتكم اللي باش تعملوا انتم قدام وزارة التجهيز، والا مع السيد وزير الصحة من اجل اما تفادي الوضع هذا ولا تلقاو حل؟ هاني في الإعلام. ها يا سيدي 100% يسمعوا فينا. يقولون ما ثماش اكوزاسيون، يقولون يخرجوا الملف هذا اللي يهم المواطنين التوانسة كلها للوسائل الإعلام ويقولون كليوما ولا ماهوش كليوما. ال 180 مليار مليون دولار اللي هما 250 مليار كيفاش باش نرجعوه؟ سوف اذا كانوا سي عندهم هيبه تركيا تمزيت علينا عطاتنا الفلوس هذوم، كيفاش باش نرجعهم؟ وعلى قداش باش نرجعهم؟ في حكايه لي 30 ميل لوجمون راهم 1400 مليار وقت، وباش يرجعوا باش يرجعوا معناها على مده 10 سنين. اون ديفيز. اون ديفيز بيان سور. هو ما صارش مشروع لحل هنا بون واقف معناها. متغشين هم. لانه مغني. الاتراك والحكومه مغشه اللي ما صارش. هذه معلومه. متغشين على الشعب التونسي وعلى ليزارشيتيك سبيسيال. برا خويا ما يسالش بصحة فين. توا هذا كيف كيف. يعطيونا لي ديتاي احنا نجبدوا رواحنا. يهبطوها للاعلام. التونسي. كل فيه النخبه وفيه حتى المواطن البسيط كيف نسمعوا بعضنا يا سيدي بالكشي كثر خيرهم بالكشي سي معناها اعطيني الترانسبارونس والما يتكذب الغطاس في حال انه ماهوش عندهم معناها لي تخوا بروجي هذوما قداش يخدموا لنا من خدام قداش نجموا نخلقوا بهم الموطن شغل وعلى قداش من شهر ايفالواسيون ايكونوميك معناها تقديم تقييم اقتصادي بعد لازمك تاخذ زوج جوانب هوني ممكن اللي يسمع فينا ينتبه مهما كان نخليه العاطفة على شير ديما في التقييم الاقتصادي تخلي العاطفة وتخلي انديبوندامون المشروع يتقيم أولا الامباكت ديريكت قداش يخدم لك اتسيتيرا وعندوش قيمة كبيرة الامباكت انديريكت كيف نهبط 180 مليار حتى بار بري في وسط الاقتصاد التونسي لشكون يمشيو؟ يدوروا لي الدولاب ولا ما يدوروش الدولاب؟ إذا كان باش نهبطهم من عند تركيا يتقيدوا ديون ويرجعوا للأتراك باش نخلصوهم من غير ما نحسبوا الانتيريست تسمى خلصتهم مرتين. أن أون طونكو كريدي، ثان دو أون طونكو تفقير للدولة التونسية، ثروة الدولة التونسية. وزيد تخسر الدوفيز فوق هذاك. لا نجيب فلوس من الخارج، الدول الكل تتسلف، ماناش طيارات. أي. نجيبوا الفلوس من الخارج تتعدى باسم المشاريع وتمشي للاقتصاد التونسي يخدم بها الارشيتكت والمهندس والقطاع اللوح والنجاره والحاجات هذوما الكل هذا مستوى تقييم نوعيه المشروع كيف نعمل 180 مليار معناها 180 مليون دولار اذا كان حطيتهم في الاندستري في معامل يقع تقييم من نوع نجم نجيب معامل كليوما خاطر المنتوج هذاك من بعد باش يتباع باسم تونس وباش يدخل في الاقتصاد التونسي كاداءات هو مشروع ديريكتومون في ليكونومي فما دوتر بروجي دانفراستركتور بوفور ياكلوا الموارد ثلاثه مستشفيات بطريقه او باخرى الكنام باش تخلصهم انا وانت على طريق الكنام نتاعنا على خاطر اللي باش يداوي غاديك هو اللي باش يخلص بالوحده نتاعو. يبغى رومبورسي. دونك كيف تجيب الفلوس تب ويدوروا في الاقتصاد يعطيوك الامكانيه كونك انت دورت الاقتصاد ونقصت من البطاله والكل باش هما يزيدوا في الكنام تخرج من الديفيسيت نتاعها. يوليو كي تعمل ثلاثه سبيطارات تلقى لي موايان دو سون اونترتيان.
موش سبيطار سفاق استوى اللي على خاطر ما عملوا ليتونشيتي ما تعودتش كي صبت المطر الاخرانيه ولا فيضانات في وسطه. بربي نجمش نعمل دعوه انفورماسيون تساعد الناس الكل. سمعنا سمعنا على طريق الصحف اللي فما مشكله في السبيطار الثالث سي اش الثالث في صفاقس. نحبوا نثبتوا شكون هو الارشيتكت التونسي اذا كانوا تونسي ارشيتكت تونسي المسؤول. خاطر احنا يلزمنا زاد نحاسبوا مش نطالبوا برك. نعرف اذا كان المسؤوليه ترجع الارشيتكت التونسي نعرفوه. لكن اذا كان تهاون اداري او حاجه نكونوا نعرفوا. نحبوا الشفافيه على كل المستويات. كان يسمعوا فينا يعطينا الاخبار كامل. على كل حال سؤالي قبل الاخرين اللي كنت تسالي اسم اللغه، اليوم فما حديد قاعد يدخل لتونس ما هوش حسب لي نورم اللي تخدموا بهم. مالوغوزمون يتباع الحديد هذا في المارشي نوار ولا في ولا حتى عند المزودين، ولكن نجموا الحديد هذا اللي ماهوش في لي نورم نتاعو نجم لا قدر الله تولي عندنا بنايات اين للسقوط. نجموا اليوم نبنيو عماره بعد شهرين ثلاثه بترومبلمون دو تيغ صغير معناه ما يفوتش دو على ولا ثلاثة على ليشيل ريشتير تصير كارثة تصير كاتاستروف. ولا ما نعرفوش هذوما اليوم علاش انتوما مثلا كهيئة ولا كعمادة ما نددتوش بها المواد البناء اللي ما هيش مطابقة للمعايير وقاعد تدخل الأراضي التونسية عن طريق ليبيا عن طريق الجزائر عن طريق حتى شركات اليوم توارد فيها وتمشي يعني من غير رقابة قاعد تدخل البلاد. اولا علاش ما نددناش؟ هو التنديد يجي في مناسبه يخرج معناها نجم تخرج كوميونيكي دو بريس هكا ولا صوفيا هذا معناها بيان سور بيان سور خاصه ثم حديد معناها تو يقولوا نتاع الجزائر تو الجزائر عندها لا حديد الجزائر لاباس عندها الحراش وعندها حديد هايل وكل شيء لا حديد الصين ما ثم حديد مزرح يقولوا شوف كيما السلعه كونتر فاسون الحديد فما اللي مراقب باللي نورم وفما الكونتر فاسون. الصين زاد حديدها لاباس راهو اما الحديد اللي يتبعث لتونس ماهوش حديد مراقب باش يكون رخيص. به انهيار الدوله اش معناها راهو انهيار الدوله؟ انهيار الدوله مش هو اللوسييزم انت خايف لجيز الزيال يطيحوا البنيه. نعلمك اللي في مصر كانوا تكون نهار من نهارات انت قاعد والاخبار نتاعهم عندك ال 100 يوم بعد قداش من بلاصتها ما يطيحوا البلاصات وحدهم يطيحوا البلاصات هذا مش لانه الحديد مضرح والخلطه مش باهيه هاي بس ايمان واحد وكل شيء هذا انهيار المراقبه. احنا في تونس وقت اللي معناها البوليسيه كانوا يقولوا توانسه الديريه كي يجيو لتونس والله توانسه تعرف تسوق معناها يحترموا الكود لاروت في جماعتين احترام الكود لاروت تنحى من تونس. انهيار الدوله على المستوى هذا. علاش لوردر ما نددش؟ لوردر ندد بالطريقه نتاعو هو بيدو راهو في الانهيار. راهو انهيار حتى شركه الفولاذ في الانهيار توا في شركه الفولاذ في الانهيار ويحبوا يقدموها ياكلوها معناها البلاينيه كيف كيف معناها الحديد نتاع الفولاذ معروف معناها حديد خلق العاده وفي سلون لينارم ويتودي وكل شيء. معناها موضوع يجبد موضوع يجبد موضوع. حديد الفولاذ هو حديد وكفاءات فيه معناها ما يولي لك حديد لان ما عندك زاد اللي تكنسالي لان فلوران تاع الاقتصاد التونسي من الستينات و في التعارض نحكيو في التعارض تعملوا لي سيمونتري تعملوا لي بريكتري وتعمل الفولاذ بور افوار لوتونومي نتاعنا على قطاع البناء والدولاب اللي دار في تونس دار بالبني هذه مع التعارض ولا فيش البارك نتاع سبرولز نتاع سنيت نتاع المساكن الجماعيه كل شيء كل شيء دار بيه به انهياره انهيار كفاءة قطاع عملنا الفوبلوس فون دو بروموسيون لوجمون سوسيال يعني هذا كله مهم جدا كما تقول مرتبط ببعض رؤية شاملة هي. تخلي معناها حتى في الضرائب ثم الكونتريبيسيون الفوبلوس كل شيء منظومة كاملة المنظومة هذه اللي اتاكي على خاطر معروف في العالم اجمع القطاع نتاع البناء وتعرف الكلمة نتاع كون الباتيمون فا تو فا اي حتى المافيوزي في علمه بها كون الباتيمون فا تو فا حتى المافيوزي ياكل منها راهو قطاع في تونس خاصة ما عندنا كان هو راهو قطاع ينادي للباهي وينادي للخايب الترافيك نعلمك الترافيك ماهوش في الحديد برك الترافيك في كل شيء اكتويلمون الترافيك في كل شيء في البني انا هنايا نقول لكم كيما ولينا معناها ولد صغير سمعنا بيه مات على خاطر قدمه كلب مكلوب ما كناش نعرفوها كيما الملاريا في اللاك
كيما يا سيدي مش تبشير. نقول لكم كونه وارد وفي القريب على خاطر بعد 5 سنين الأضرار تبدأ. كونهم بلاصات باش يتيحوا لا مفر. ستر ربي معلوم، أما هو ستر ربي كيف أنت تفيق من توا وتقول قلت يسي ومفروض أنه توا احنا لنا نخمم في البني لونتي سيسميك لأنه ممكن خاطرنا منطقة عندها منطقة سيسميك، منطقة سيسميك وعندها معناها ثم إمكانية وأنت تضرب في الفترة هذه حسب البروبابيليتي من لوا دي غرونوم. دونك بالنسبة ليك ثم دقان نقص خطر حتى في قطاع مواد البناء اسونسيلمون في عندك في اسونسيلمون في مواد البناء في القطاع قطاع البني كامل راهو منظومة متكاملة، هذا اللي يلزمنا نعرفه. ثانيا احنا التحرك نتاعنا سي فري نعرفوا شنو اللي صاير في البلاد، خلينا نبداو نحطوا الحاجه في بقعتها ونعرف التجاذبات السياسيه ونعرفوا اللي قاعد يصير الكل. انا شنو نقول اهتمام التونسي كان بالمستوى السياسي راهو يهمش القطاعات يهمش الأخرى. لا قضيه مصيريه لاولادي لاولادك اللي هي تونس بعد عامين ثلاثه اربعه. انا نحكي على قطاع البناء، لكن انت سو سفيان وانت سياد تعرفوا اللي الطب بيدهم يتشكاو في قطاع الصحه والف قطاع وقطاع زايد اليوم. قال ابو نواس تسالين عن سقم صحتي العجب، يعني ما ثم مشكله كبيره اليوم في عديد القطاعات ويظهر لي بارتو بارتو ثم مشكله هي الحوار. كما نشوف اليوم في المسار السياسي شهرين نناقشوا على صيغ الحوار، بلا شوف حوار قد يمشي نعملوا حوار حول الحوار. جوستومون اليوم ذكروا بانه لما برك اي تفضل المجتمع يتكون من منتخبين ومن نخب، ما فماش عيب باش نقول انا في القطاع البناء في قطاع هذا تصميم البناء بصفتي ارشيتكت ومعترف به راني من النخبه، مش معناه نفهم في كل شيء. ما تجمش ما عندكش الحق جريمه كونك تتجاهل هذا. في الاعلام فما النخب وفما المنتخب، انت يا حكومه كيف تولي منتخب موسى عبد اللطيف منتخب وطلع غديك هو ولا حزب تقوم بخدمتك. اول خدمه تعملها كونك مش تحط النخب ضدك، كونك تمد يدك للنخب واجبي باش نجي معاك على خاطر تمشي انت ويجي غيرك واللي هو تونس تبقى تونس ومستقبل ولادي يقعد هو مستقبل ولادي. دونك تحط ضدك النخب تحط ضدك النخب تخسر انت يخسر النخب وتخسر تونس. نقدر نعالجوها سلياس باللغة نهار الجمعة مع 10 نتاع الصباح 4 أكتوبر 2013 باش تكون عندكم الوقفة الاحتجاجية، الخطوة التصعيدية المقبلة شنو؟ ما نحبوش نستعملوا لغة الخطوة التصعيدية. احنا راهو البريسيون عندكم اليوم مطالب بريسيون بور لا ديسكوسيون. اي انتم اليوم بور لا ديسكوسيون ما تدفعوا هذا الكوليك باش تدفعوا للحوار، ما عندكش حاجة أخرى. وراهو الحوار راهو حاجة نوبل، مش معناها حوار من باب الضعف، حوار كون ند للند المصلحة هذه. لغة التصعيد لو كان نحبوا على زيادة في شهرية ولا حاجة داكورد، لكن اللي في الاخر ما يحبش يعطي وزنه للحوار ويمد يده لليد الممدودة للديسكوسيون، ماش نقول حتى الديالوج ديسكوسيون اوتور دو بيان نتاع هالبلاد هذه، ونقولها ونتحمل مسؤوليتي باسمي انا الشخص واجب في عزله على خاطر يتحمل المسؤولية كيما مرأة وراجل ما يوصلوش ليتفاهموا الواجبهم كون تفرق ما بيناتهم لمصلحة صغارهم. كيما حكومة تعزل نفسها بنفسها من نخب المحيطة بها في الاقتصاد في البناء في التهيئة الترابية في التهيئة العمرانية في الإعلام في الحقوق، هي تعزل هي تتعزل. والكلام هذا نعرف الحكومة اليوم ضعيفة، خلي نوجهه للحكومة اللي باش تجي من بعد، حكومة البنك مونديال أنا مسميها، على خاطر الحكومة تعرف ببرنامجها. وأحبابنا مكرهنا ممكن هذا خارج على الموضوع، ماشيين في حكومة عندها واجب خروج تونس من أزمة، من أزمة اقتصادية واقعة ما تنجمش تخرج منها وحدها وما تنجمش تخرج بطريقة أخرى بخلاف الحوار. واللي ما يحبش يتحاور يتحمل مسؤولية. عماد المهندسين المعماريين هي تساندكم في التحركات نتاعكم سلياس اي كومون؟ اذا كان هي ماهيش باش تساند شكون باش يساندنا؟ عماده لي فيتيرينار لا يلزم مطالبه باش تساند. وسؤال لا يطرح يا اخي، راهم اللي في وسط العماده في وسط الهيئه سي دي زارشيتكت جوستومون. اي ولا دونك لانه في الاعلام ماهيش واضحه على كل حال. لا وفاه العهد نتاعي قبل ما فما حاجات وفات هو كونه الهيئات
مع يوليو يخدموا ضد مصلحة اللي مثلوا فيها. لا لا الهيئات كلهم توا لاباس. انتم منضوين اليوم تحت لواء عمادة المهندسين المعماريين التونسيين. على كل حال نشكرك برشا سي الياس بلاغه. بارك الله فيك. نطق رسمي باسم هيئة المهندسين المعماريين. لا لا باسم التنسيقية. باسم تنسيقية هيئة المهندسين المعماريين. شكرا جزيلا ليك كنت ضيفنا اليوم في الانترفيو.